العراق يحسم التنافس بين الصين وكوريا على الفاو الكبير. دايو ستنجز المشروع خلال 45 شهرا. للأسف وهذا هو واقع حال التربية والتعليم. أول ما تبدي هذا. الحمامات مخازن للكتب المدرسية. البرلمان يحقق في إهانة التعليم والتربية تفند. وزير الخارجية يسبق الكاظمي إلى أنقرة ويمهد لبحث ملفات الماء والسياسة والاقتصاد الخميس المقبل. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من يو تي في، أهلا بكم. حددت لجنة النزاهة بمجلس النواب موعدا أقصاه 45 شهرا لإنجاز المرحلة الأولى من بناء ميناء الفاو. عضو لجنة النزاهة يوسف الكلابي أكد أن بناء المشروع سيتضمن 5 أرصفة من أصل 90، فضلا عن إنجاز البنى التحتية والطريق الواصل إلى مدينة الفاو، محددا عمق الميناء 19 مترا، ما سيمكنه من استقبال 10,000 باخرة على الأقل، فضلا عن 25,000 حاوية. هذا وأعلنت الشركة العامة للموانئ استبعاد الشركة الصينية من المنافسة واختيار دايو الكورية بعقد تنفيذ ميناء الفاو الكبير. وفي السياق ذاته قال أحمد صدام الخبير في النقل والمواصلات خلال تصريح ليو تي في أن ميناء الفاو يمكن أن يكون رافدا مهما في تحقيق مشروع الحزام والطريق الذي أطلقته المبادرة الصينية عام 2013، إذ يمكنه خلق ممر بحري مهم إقليميا ودوليا. إنشاء ميناء الفاو الكبير ممكن أن يكون رافدا أساسيا في استغلال هذه المبادرة، وما يمكن الميناء من استغلال هذه الميزة كون أن مبادرة الحرير والطريق سوف تخلق من الميناء ممرا بريا عبر البحر إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا، وهذا يعني أنه سوف يجني العراق مكاسب اقتصادية ومالية كبيرة لا تقتصر فقط على تجارة الترانزيت وتشغيل الأيدي العاملة، وإنما بالإضافة إلى ذلك سوف يكون موقع الميناء ومنطقة الفاو والمناطق المحيطة بها من الممكن أن تكون جزءا أساسيا في جذب شركات الاستثمار الأجنبي المباشر إذا ما انتهجت الحكومة سياسة اقتصادية واستثمارية سليمة. للحديث عن مشروع ميناء الفاو الكبير ينضم إلينا من البصرة وزير النقل الأسبق الدكتور سلام المالكي. دكتور سلام، بداية على ماذا اعتمدت وزارة النقل وحتى الموانئ على اختيار الشركة الكورية لإنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير واستبعاد الشركة الصينية؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديكم الكرام. أهلا. أعتقد أن وزارة النقل والشركة العامة للموانئ العراقية اعتمدت في الدفع باتجاه التوقيع مع الشركة الكورية على أساس أنه الشركة الكورية هي من أنجزت كاس الأمواج، وكذلك هي متواجدة في موقع الميناء ولديها الخبرة والمعرفة الكاملة بميناء الفاو. وفي نفس الوقت يعني كان من الأجدر بوزارة النقل أن تعطي مزيدا من الوقت ل قراءة ودراسة العروض المقدمة من الشركة الصينية. احنا مع توقيع الاتفاق مع ان كان مع الشركة الكورية او الشركة الصينية، ولكن المهم في نفس الوقت ان يكون العمل مستمر متواصل. الشركة الكورية لنا تجربة سابقة معها عندما قامت بتنفيذ كاس الامواج الغربي، استمر العمل تقريبا قرابة 5 سنوات بينما هو كان المفروض 3 سنوات بسبب ضعف التمويل والأزمات الاقتصادية تمر بها الحكومة العراقية. فمخاوفنا اليوم أنه أيضا نمر بنفس التجربة مع الشركة الكورية عندما لا تستطيع الحكومة العراقية توفير التمويل المالي لتنفيذ هذا المشروع، وبالتالي يتأخر المشروع ومن 3 سنوات و9 أشهر المدة الزمنية المفروض أن ينجز المرحلة الأولى من ميناء الفاو تصبح المدة إلى 10 سنوات أو أكثر. لذلك كان الأولى والأجدر بالحكومة العراقية بوزارة النقل أن تأخذ مزيد من الوقت للتفاهم للتفاوض لدراسة العرض الصيني، وإذا كانت هناك ملاحظات ممكن الاستفسار مع الجانب الصيني لأنه المصلحة العليا لي البلد. طيب هو باتجاه استمرار تنفيذ هذا المشروع. لما الاستعجال برأيك بهذا القرار، وبالتالي ما الذي ستقدمه الشركة الكورية
لهذا الميناء. هناك معلومات يعني أو تتوافر معلومات أن هذه الشركة يجب أن توفر يعني بنى تحتية وطرق ومجسرات وجسور حتى تستطيع إكمال هذا المشروع، وبالتالي هناك يعني نقل سيكون كبير بشاحنات وكذلك بسكك قطار، كثير من المهمات. هل ستوفرها هذه الشركة للعراق؟ اللي اعتقد انه سبب الاستعجال هو الضغط الشعبي والضغط الاعلامي الكبير الذي يمارسه على الحكومه العراقيه، الحكومه العراقيه تحت الضغط بسبب انه تلكؤها والمشاكل التي حصلت لميناء الفاو من مقتل او انتحار رئيس الشركه الكوريه المدير التنفيذي لها الى العقبات والعراق التي واجهت تنفيذ هذا المشروع، لذلك كانت الحكومه ووزاره النقل تحاول بشتى الطرق أن تنفذ هذا المشروع لتنتهي من هذا الجدل، هذا أمر. لكن في نفس الوقت إحنا كان رأينا أن نقول نأخذ وقت على سبيل المثال أسبوعين أو ثلاثة لدراسة العرض الصيني، خصوصا أن هناك امتيازات كبيرة قدمها الجانب الصيني. الأمر المهم أنه الشركة الكورية هي شركة تنفيذ فقط، يعني المشروع عبارة عن 5 فقرات، هو حفر الحوض وإنشاء الأرصفة وممر القناة الناقلة تحت ميناء خورزبر إلى أم قصر وكذلك الطريق السريع، يعني 5 مشاريع، بينما كان بإمكان الحكومة العراقية التفاوض مع الجانب الصيني الذي قدم 9 مشاريع إضافية بتكلفة واطية، يعني ليست تكلفة كبيرة. ولذلك المشروع اليوم حتى وإن أكمل هناك الكثير من المشاريع الأخرى التكميلية يجب أن تنفذ، وهذا غير موجود في العقد مع الجانب الكوري، بينما على العكس من ذلك الجانب الصيني قدم مشروع متكامل ممكن أن بعد انتهاء المدة الزمنية أن يبدأ العمل ببناء الفاو. اليوم إحنا مو مجرد أنه نبني هيكل لبناء الفاو والخدمات والبنى التحتية والمشاريع الإضافية التي تشغل هذا الميناء غير متوفرة من آليات، من ساحبات، من معدات مناولة، من غيرها من الأمور التي تحتاجها، من طاقة كهربائية، محطة طاقة كهربائية لتشغيل هذا الميناء. فلذلك كان الأولى أنه نأخذ وقت بالدراسة، نأخذ وقت بالمناقشة، لأنه مجرد أنه توقيع العقد بدون إكمال البنى التحتية الأخرى المتعلقة بها لن يشغل الميناء، وبالتالي ممكن أن يتوقف هذا الميناء. ناهيك عن أن العراق يمر بأزمة اقتصادية. اليوم وفر الجانب العراقي الحكومة العراقية 16% فقط من المبلغ المتفق عليه لتنفيذه، يعني 84% متبقي مبلغ خلال 3 سنوات و9 أشهر. هل ستستطيع الحكومة العراقية أن توفر هذا المبلغ؟ هنا السؤال. يعني كان أنه الحكومة العراقية أن توضح جميع الملابسات وكل ما يتعلق بهذا الموضوع للشارع العراقي وللمختصين حتى لا نقع في دوامة الجدل. طيب. نحن مع الكوريين، مع الصين، نحن مع مشروع ميناء الفاو. من يأتي وينفذ ويكون مشروع الميناء هو هذا المطلوب. طيب، تحدثت في أول الحديث أن الشركة الكورية لدينا معها يعني عمل مسبق كاسر الأمواج وتأخرت، ما الضامن هذه المرة أن تنجز المشروع بالمدة المحددة لها؟ والله هذا الاستفهام اللي أثير والذي نثيره نحن، وكذلك نستغرب من الاستمرار بهذه الطريقة. اليوم العراق عنده أزمة اقتصادية كبيرة، بحاجة إلى تمويل مالي، بحاجة إلى أموال لدفع الرواتب، فعندما نذهب باتجاه تمويل ميناء الفاو من الحكومة العراقية وبقروض داخلية أو خارجية هذا أيضا سيعرقل المشروع. يعني اليوم احنا وفرنا 16% من قيمة المشروع، السنة الجاية نفس القصة راح تنعاد، يعني نهاية سنة 21 نفس القضية راح تنعاد، نفس الجدل الإعلامي والفوضى ومن أين نأتي بالتمويل، وإذا استمرت أسعار النفط بالانخفاض وعدم وجود ممول خارجي أو مقرض خارجي، يعني كيف راح نمول المشروع؟ أيضا ستكون الأولوية للرواتب للمشاريع المهمة. لذلك نحن نقول الجانب الصيني جاء بالتمويل من الحكومة الصينية. طيب. الشركة الصينية أو تحالف الشركات الصينية التي قدمت العرض هي مدعومة حكوميا وشركات حكومية، فلذلك العراق بحاجة لمن يموله. اليوم الجانب الكوري مجرد أنه ما تتوقف عن الدفع راح يتوقف عن العمل، والتجربة السابقة خير دليل. طيب. يعني 5 سنوات بالكاس الأمواج ممكن يتحول بمشروع ميناء الفاو المرحلة الأولى إلى 10 سنوات أو أكثر، وبالتالي هذا التوقيع ممكن يكون حجر عثر أمام تنفيذ المشروع، وهذه المشكلة أو الأساسية اللي تواجه المشروع. واللي كان الحكومة العراقية يجب أن تحسب حسابها في تعامل والتعاقد مع الشركة الكورية. وزير النقل الأسبق الدكتور سلام المالكي، أشكرك جزيل الشكر. بعد قطع شريان اقتصادي مهم يربط العراق بالبحر الأحمر مرورا بالخليج مدة 3 عقود، بدأت الحكومة بإطلاق إجازات الاستيراد من خلال منفذ عرعر الحدودي مع السعودية. مدير المنفذ حبيب كاظم العلي قال إن البوابة الاقتصادية الجديدة ستسهم في إنعاش الأسواق المحلية وستصل إيراداتها إلى 1 مليار دولار خلال العام المقبل،
مضيفا أن المنفذ سيتم افتتاحه أمام المسافرين بعد الانتهاء من الضوابط الدولية لجائحة كورونا. مليار دولار وربما أكثر هي قيمة الإيرادات السنوية المعلنة رسميا لمنفذ عرعر الحدودي الجديد مع السعودية، الطريق الاقتصادي الذي سينافس طريق الحرير عبر الشام. منفذ عرعر الذي يعد بوابة لدول الخليج ومصر لتصدير منتجاتهما إلى العراق للمرة الأولى منذ 3 عقود، بدأت بغداد بإطلاق إجازات الاستيراد من خلاله، حيث من المؤمل أن يصبح مؤسسة ضخمة تدعم الاقتصاد المحلي وخاصة في الأنبار وكربلاء. وسيكون التخليص الجمركي وشركات النقل وساحة التبادل التجاري داخل الأراضي العراقية. والسؤال هنا، هل ستكون عوائد المنفذ رافدا لخزينة الدولة أم أن أمواله ستنضم إلى 9 مليارات دولار ضائعة سنويا من أصل 10 بحسب وزير المالية علي علاوي؟ إذ تقول التقديرات الرسمية إن عوائد فلكية تتجاوز 100 مليار دولار ذهبت إلى مافيات المال والسلاح عبر بوابة المعابر الرسمية منذ عام 2003، أما غير الرسمية منها فلا يعلم حجم الأموال المهربة سوى المهربين. يتصدر ملف المنافذ الحدودية حلول الأزمة الاقتصادية التي تعصف بخزينة البلاد الخاوية، إذ تسجل الدولة مليارات الدولارات سنويا موارد لها ولا تستحصل منها غير فتات بسبب أشباح متنفذة تستولي على المال العام. فهل سيتكرر هذا السيناريو في منفذ عرعر الحدودية مع السعودية أم أن المشهد سيختلف؟ وكان قائم مقام الرتبة عماد دليمي قد أكد أن منفذ عرعر الحدودي مع السعودية سيعمل على تحريك الاقتصاد داخل العراق وخاصة في الأنبار وكربلاء. هذا المنفذ حيوي ومهم جدا للعراق وللمملكة العربية السعودية ولمحافظة الأنبار واقتصاد البلدين، مهم لتحريك هذه المنطقة خاصة ناحية النخب، هي ستكون عقدة المواصلات بين محافظة الأنبار وكربلاء وستكون منطلق لهذه البضائع، ونأمل أن يحرك هذا المنفذ ناحية النخب ويحرك عجلة الاقتصاد في المحافظة أيضا. تراجعت قيمة احتياط النقد الأجنبي في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق، انخفاض له أسبابه ومسبباته نتابعها في التقرير الآتي. 8 مليارات دولار خسرها العراق من احتياط النقد الأجنبي في السنة المالية الأصعب على البلاد. في أحدث تقرير للجهاز المركزي للإحصاء أشار على تآكل في قيمة الاحتياطي المتوفر، إذ انخفض 12% مقارنة بالعام السابق، ولم يبقى من 67 مليار سوى 57. تراجع يعزوه خبراء اقتصاديون إلى معايير خاطئة في مزاد العملة، يضاف إليه تداعيات جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط في بلد الريعي يمثل الذهب الأسود اقتصاده الرئيسي. هو انخفاض الاحتياطي إضافة إلى المضاربات على العملة الوطنية وسحب كمية من الدولار إلى خارج العراق، كلها عوامل أدت إلى انخفاض قيمة العملة العراقية أمام الدولار. ارتفاع النفقات بضمنها فاتورة الرواتب المدفوعة من قانوني الاقتراض المقران من قبل البرلمان سبب آخر لانخفاض احتياط النقد الأجنبي. انخفاض الاحتياطي من العملة الأجنبية في داخل البنك المركزي ربما يدفع أصحاب القرار الاستثماري إلى طلب الدولار، بحكم أنه إشارة إلى تردي الوضع المستقبلي للاقتصاد. وفي ظل تراجع احتياط النقد العراقي قفزت أسعار الدولار لمستويات عالية، حيث سجلت البورصات 131 ألف دينار لكل 100 دولار. أصدرت هيئة رئاسة البرلمان توجيها بشأن مقطع مصور أظهر تخزين كتب منهجية في حمامات إحدى المدارس في البلاد. مكتب نائب رئيس البرلمان بشير الحداد أكد توجيه الأخير لجنة التربية النيابية بإجراء متابعة وتحقيق عاجل حول ما نشر
يظهر فيه الواقع المؤسف لإحدى المدارس وعملية تخزين الكتب الدراسية في أماكن غير لائقة، مما أثار الاستياء والسخط لكل من شاهده. ونفت وزارة التربية انتشار مقطع مصور بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أولياء أمور الطلبة وهم يقومون بجمع المناهج الدراسية من داخل حمامات إحدى المدارس في البلاد. وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى تركيا تحضيرا للزيارة الرسمية يجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى أنقرة بناء على دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. قال السفير العراقي في تركيا حسن الجنابي إنه استقبل فجر اليوم فؤاد حسين والوفد المرافق له، هذا وستكون زيارة الكاظمي لتركيا الأولى له منذ تولي مهام منصبه كرئيس وزراء للعراق. الترقب والقلق كل ما تملكه الدبلوماسية العراقية إزاء التصعيد المحتمل بين واشنطن وطهران خلال آخر أيام دونالد ترامب في البيت الأبيض، وهو تصعيد يراه العراق جزءا من أزمات إقليمية لها صلة بأزماته الداخلية التي تحتاج إلى حل بآليات ذات بعد إقليمي. رئيس الدبلوماسية العراقية لا يعلم ماذا سيحدث بين أمريكا وإيران خلال الأيام الممتدة حتى موعد تولي جو بايدن مقاليد البيت الأبيض في 20 من كانون الثاني المقبل. يترقب ويشعر بالقلق ويدرك أن أي تصعيد سيؤثر بشكل كبير على العراق. الأزمات الوطنية متفاعلة مع الأزمات الإقليمية، يقول وزير الخارجية فؤاد حسين في أحدث لقاء متلفز له، ويقترح آليات إقليمية لحل الأزمات يصنعها أهل المنطقة، غير أنه لم يشرح تفاصيل تلك الآليات. في رسائل تبدو موجهة إلى طهران، أعلن حسين أن عدد عناصر القوات الأمريكية الموجودة في العراق سينخفض من 5200 إلى 2500 في الشهر الأول من العام المقبل، بينما أشار إلى أن الحكومة العراقية تعد رشقات الكاتيوشا أعمالاً إرهابية ستطول منفذيها أقصى الإجراءات عند التوصل إلى نتائج نهائية بشأنهم. علاقة العراق مع إيران يجب أن تكون علاقة دولة مع دولة، يقول حسين، ويثق بأن ذلك سيكون ممكناً في المستقبل إذا كان غير ممكن في الوقت الحالي. لدى سؤاله عما إذا كان الإيرانيون منزعجين من افتتاح منفذ عرعر مع السعودية، قال الوزير إنه ليس متحدثا باسم طهران، وإن هذا الموضوع عراقي سيادي يراعي المصالح العراقية بالدرجة الأساس. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا أسطوات الدبس في هيت، نفضل سلال الخوص على المكائن الحديثة بطلب الزبائن وحفاظا على النكهة الأصلية. قصائد السياب والملائكة ودرويش ألهمت راوندوزي وضع قاموس عربي كردي في 30 عاما. برايا أول فتاة في الحلة تكتب أفكار العراقيين وأحلامهم المعاصرة بالخطوط السومرية.
رغم التقاليد والأعراف التي تقيد المرأة العراقية عن ممارسة عدد من المهن، اختارت فتيات مواجهة هذه التقاليد والإقبال على تعلم فن المصارعة. المهمة لم تكن سهلة لهن ولمدربهن الذي يحاول تأسيس فريق نسائي عراقي لهذه الرياضة. بنين حامد شابة عراقية اختارت أن تسلك طريقاً مختلفاً عما رسم مجتمعياً لقارناتها، أقبلت على تعلم فن المصارعة، اختيار لم يكن سهلاً في مجتمع يقيد المرأة بسياج من التقاليد والأعراف. إحنا مجتمع جداً محافظ، يعني قليل اللي يقدر تمارس رياضة إلا كانوا يعني منفتحين أو متقبلين الفكرة إنه بنت تخرج من العصر الليل على مود الوحدة التدريبية، ويعني تصير غيابة في المنزل، يعني هنا مجتمعنا جداً محافظ لهذا الموضوع. كثيراً ما تربط الأنوثة بالضعف، فالقوة لا تليق إلا بالرجل، معادلة تحاول بنين مصارعتها. اي شخص يدربي انه انا لاعبه منتخب مصارعه ينتقدني، يعني يقول لي انت مسترجله، يعني ما بيش انوثه من هاي المواضيع، لكن انا يعني بقوتي وانه عندي فكره براسي انه ماكو شيء انه رجال ونساء، كل احنا واحد واحنا نمثل نص المجتمع. اقناع اسر وعائلات هذه الفتيات لم يكن سهلا لعبد الكريمه، الرجل القادم من تجربه في الدنمارك يتحمل كل التكاليف المطلوبه لتاسيس فريق نسوي عراقي في هذا النوع من الفنون القتاليه. رغم هاي كلها تخطينا هاي الامور كلها وقعدنا ويا العوائل اولياء ام البنات وتكلمنا وياهم وشرحنا لهم الوضعيه انه هذا فريق نسوي، احنا ما عندنا فريق نسوي، واغلب اللاعبات انهم اساسا عوائلهم رياضيين، ما فهموا هاي الوضعيه. الفريق مكون من 16 امرأة يطمح لأن يشارك في مسابقات دولية بعد أن فاز بالذهبية في مسابقة عربية أقيمت بالسليمانية العام الماضي. بداية الغيث قطرة، نجاح هؤلاء النسوة قد يعبد الطريق لأخريات لكسر تابوهات المجتمع. هيت وصبري والقلعة، ثلاثة معامل أسست في خمسينيات القرن الماضي لإنتاج الدبس والراشي في هيت. المعامل تنتج اليوم قرابة 500 طن من التمور و150 طنا من السمسم في هيت وصحراء الأنبار. تعد مدينة هيت مركز صناعة أجود أنواع الدبس والراشي في الأنبار. الأسطوات يتمسكون بالطريقة التقليدية لهذه الصناعة العراقية المتوارثة عن أجدادهم، ويرفضون العمل بالماكينات الحديثة استجابة لرغبة الزبائن في الحفاظ على المذاق المعروف للمنتج. سلات الخوص هي مميزة جدا بالطعم، يعني اكو بديل لها، بس لكن هاي الطريقة تحافظ على الطعم القديم، يعني كان مشتغل به جدي وابويا. هيت وصبري والقلعة، ثلاث معامل أسست في خمسينيات القرن الماضي لإنتاج الدبس والراشي في هيت. هذه المعامل تستخدم في الإنتاج قرابة 50 طنا من التمور و150 طنا من السمسم، مزروعة كلها في هيت وصحراء الأنبار. المعامل الموجودة في هيت حاليا ثلاثة، فالتمر المستخدم تقريبا احنا نصرف من 100 إلى 150 طن بالموسم، يعني أما السمسم تقريبا بحدود ال 40 أو ال 50 طن تقريبا بالموسم حسب إقبال العالم الناس على الشراء. ولا تخلو المنازل في هيت والأنبار وعموم العراق عادة من الدبس والراشي، وخصوصا أيام الشتاء. نوع السمسم، يعني السمسم البلدي شكل والسمسم المستورد شكل، حسب علمي يعني مثلا شهادة المعمل السمسم ماله سمسم بلدي فيصير درجة أولى ممتاز. هاي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية التحميص الجيد، السمسم إذا يتحمص تطلع النكهة مالته أفضل وأرقى. ويبلغ متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من الدبس في هيت 2000 دينار، أما كيلو الراشي فنحو 6000 دينار. وتنتج معامل هيت سنويا قرابة 200 طن من الدبس و130 طن من الراشي. من الأنبار أنمار العاني، يو تي في. صادق رجل كردي استطاع إنجاز قاموس كردي عربي استغرق 30 عاما لإتمامه،
صادق الذي انتقل ذات يوم إلى بغداد قادما من مسقط رأسه راوندوز يروي لنا قصته في تقرير مشرق المنصور. يقلب صادق المنحدر من أقاصي أربيل في راوندوز الكردية هذه الأوراق والكراسات العتيقة التي حولتها 30 عاما خلت إلى أوراق صفراء. هنا دون صادق خريج آداب بغداد حيث درس وتأثر بثقافتها وزامل أبنائها منتصف الثمانينات، دون أولى الكلمات العربية ومعانيها بالكردية لتعينه في دراسته. تطورت الفكرة لاحقا وتحولت من تدوين وحفظ المفردات إلى قاموس عصري نقح وطبع هذا العام فقط بعد 3 عقود على أول تدوينه. الشغل بالقاموس شغلة كلش صعبة، يعني مو بسيط، مو كأي كتاب، مو أي كتاب، يعني تتحمل المسؤولية، كلمة واحدة، نقطة واحدة، أنت تتحمل المسؤولية. قصائد السياب ودواوين درويش ونازك الملائكة وغيرهما وأحاديث مقاهي الرشيد برفقة زملائه البغداديين في الثمانينيات كانت ملهمة لصادق الكردي في مطلع شبابه لسبر اللغة العربية، فضلا عن استعانته بمصادر عديدة من الكتب ومساعدة متخصصين في اللغة لإنجاز قاموسه هذا. اللغة العربية لغة كلش ضرورية بالنسبة لنا كإقليم وكطلاب، أنت كل المصادر أقلب 90% المصادرك اللي تعتمد عليها بالدراسة عربية. يؤكد صادق إن القاموس استغرق 30 عاما لإنجازه بواقع 850 صفحة غنية بالمفردات العربية ومعانيها باللغة الكردية، وزعت نسخه في مكتبات بغداد ومدن الإقليم وعاصمتها أربيل، ويستفيد منه العديد من الطلاب ودارسي اللغتين. قاموس مثل هذا قد يمثل وسيلة ثقافية للتقارب ومرجعا دراسيا للباحثين في التاريخ الكردي وعاداته وثقافته. مشرق المنصور، أربيل، UTV. من دمائك يا وطني خلقت الحرية وبالحب تستمر الحياة. بعض مما تخطه أنامل ريان صيف، شابة من بابل تعمل على إعادة إنتاج الكتابة الأولى التي عرف بها أجدادها. نتابع قصتها مع مراسلنا من بابل حيدر الشلبي. ريان صيف خريجة آثار من بابل تخط على قطع صغيرة من الطين بالكتابة المسمارية، مجددة المخطوطات اللوحية لدى السومريين لتسهم في ربط العراقيين بلغة أجدادهم العائدة إلى آلاف الأعوام قبل الميلاد. من دمائك يا وطني خلقت الحرية وبالحب تستمر الحياة، بعض ما تكتبه ريا على الطين بالمسمارية منذ بدء مشوارها قبل 2 لتسجل اسمها أول فتاة في بابل تعيد إنتاج الكتابة الأولى. تجربة كتابة نصوص مسمارية على الطين أني البنية الأولى ببابل، سويت معرضين، الأول كان بكليتي صار مؤتمر، المعرض الثاني صار بسنة 2019 بمهرجان عشتار تقرأ بمحافظة بابل. تويتر وإنستغرام منصتان تستخدمهما ريا لتقديم معلومات عن الآثار جذبت اهتمام متابعين من دول مختلفة، ولتسويق أعمالها وبيعها لزبائن في البصرة وبغداد وبسعر لا يتجاوز 10,000 دينار للعمل الواحد. وهاي الأمور هواية ناس قاموا يعرفوني، جتني متابعات من خارج العراق حتى من دول أجنبية، بدأوا يجون ويحكون وياي ويسألوني عن المحتوى اللي أقدمه. باحثون في الآثار دعوا هيئة السياحة إلى عقد شراكات عمل مع ريان صيف والمشتغلين مثلها في مجال الآثار والتسويق لتنشيط سياحة الآثار، وخصوصا في بابل عاصمة أقاليم ما بين النهرين والمدينة المدرجة في لائحة التراث العالمي. يجب أن تكون هناك خطة مسبقة الحقيقة بين هذه الوزارات الثلاثة لاستيعاب مثل هذه الطاقات، خاصة يعني ما يتعلق بالقسم الآثار والدراسات الآثارية. قارئة الطين لقب تطمح بأن تصل إليه ريان صيف لتأثرها بعالم الآثار العراقي طه باقر، لتعيد لذاكرة العراقيين حضارتهم التي تأسست من الطين، لتعلم البشرية كتابة الحروف عبر التاريخ. من بابل حيدر الشلبي، UTV. الموج في بحر البصرة غدا الأربعاء معتدل إلى نشط بارتفاع يصل إلى حد أقصاه 6 أقدام، أما الرياح فهي جنوبية إلى جنوبية شرقية تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة طبقا للرصد البحري في الشركة العامة
موانئ العراق، مع تمنياتنا السلامة للسفن والسفانة. الآن نذكركم بالعناوين. العراق يحسم التنافس بين الصين وكوريا على الفاو الكبير. دايو ستنجز المشروع خلال 45 شهرا. للأسف، وهذا هو واقع حال التربية والتعليم. أول ما تبدي هذا الحمامات مخازن للكتب المدرسية. البرلمان يحقق في إهانة التعليم والتربية تفند. وزير الخارجية يسبق الكاظمي إلى أنقرة ويمهد لبحث ملفات الماء والسياسة والاقتصاد الخميس المقبل. كل قصصكم وحكاياتكم التي شاهدناها في نشرتنا هذه ستجدونها على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.